جاي وراي بتاجي ايش باخش ما في غيرتي. مو من ساعتين طلتي تاجي لعنكي روحي على البيت واجي انا ليه رحتي؟ إيه من كتر ما تلولقين من محل لمحل يا ستة تناقض البيعة. إيه فلتوا شوي لعند كنتي. إيه وبعد كنتي فلتوا لعند زهورة شوي وبعد زهورة لعند خاتون. إيه ما يدون من يعرف ليش تيجي إيش وين يا أبوي؟ الحمد لله إيش ما خلص صارت القهوة بقى هم هم شوف في طريقة شو بتصير علي ملاح كويس بدك زين من هاوني بس نهار المقدام هي مو مسكرة تكون فيه ايه يلا عليك والقهوة صار جاهزة كمان والله بتجهز راح عليك الفصل ايش الملياس الملياس اللي كان فادي وراكي اي محل الملياس كان فادي وراكي دق تلفونه في البيعة يا سلام يا سلام بوجه ليش مو يقولون نفصل الموبايلات يقولون بالاسم امي بس بليز معلش الو لا لا حطيه على الثلاث طبخة الاكل حطيه على الثلاث وشيلوه على الاثنين والعالم طلع فيها وهي نار وابونا يلقي الهاي ابونا خطيه ايش يعني ايش تعمل ابونا قال كم مره كم مرة قال والله. يا جماعة الله يخليكم حطوا تلفونك على الصامت يا ابن ياسين يا ابو نحكي على العالم لا انت لو تعرفين يعني واحد اوقات يطلع من دره من دينه ها اي واحد يحكي على العالم بس لو شفتي الشعار مع اللي جنبه يا سواد الوجه مو فريق الدرس ايه ونحن نطلع فيها وهي ايه اي ساعة بس نسأل عن هذه ايه كيف نفعل يا ربي انت قريتي هذه المسكين اللي ابونا ايه من الصبح يصيح من الصبح يصيح وحطوا لي شربات اول شفتي اولي كنا هون على الكنيسة على البيعة وكل شربات يفوتوا على الكنيسة مقدمين ايه هلا كل الكنيسة على يشرب واحد يروحون يا سواد تعرفين ليش امي؟ تيكون قبل بنهار عند السهرة وليش تخرب الششوات مع امبارح؟ يلا تنفوت بلاش بهدلنا انت بهدلنا ما بقى لا بير ولا ايمان ايش اللي بالعالم؟ سامحكم لسامحك ليش؟ ايشكم كذب؟ يعني هو يلقي الوعظة مسكين يلقي الوعظة وهاك التبسة تروح وتجي وهذا الصفي 500 وهذا يا ابو خلص اسمع ايش يعني عيب عيب لازم يشوفوا اجتهدوك امبارح تكوني معنا اي وجمعية المرأة في النادي السوري عملت احتفال عيد الام يدي وعيد ايش صار؟ ما خبرتيني ليش ما خبرتيني؟ مو قلتوا لك ما دخلتيني يا سواد يا سواد وجه ايوه والله انت فيك شيء مسمعان ليش؟ مو قلتوا لك كل عملوا حفله لعيد الام ايه؟ يوم السبت ايه؟ ايه انت ايش كان تفكرين؟ لا لا كان في بالي حكوي وحتى انت سالتيني متركي من ايه وين؟ ايه هلا تذكرت ها شفتيني؟ ايه من ايه كان عاد حسن ابو عنتر عنتر حسن حسن حنا عنتر ايه بس طيب صوته طيب له هلا كل المنه ملاح بس يلا على حسب السوق يسوق يعني ما افتهمنا شيء من الحفله حنقو دنجيلي واي واي حنقو دنجيلي واي واي ما قلت شيء انه مو بدك كذا وكده مبسوطة على حالها تقعد ايه تروح وتجي عيب واحد يحكي على العالم عيب مو كويس ايه بس يا ريتي هاي جيراننا
الداخلي سيك بالطرف ليه ليه اسمه مقلوع هذا سيك بالطرف الثالث هذا اللي يدخن كثير على البلكون كل شوي يطلع يدخن كل شوي انت عرفتي ليش يطلع يدخن ها مو هاي جيرانتنا المقروضة السويدية كريستينا هي ما أعرف إيش اسمها إيه هاي بربخون شانتاخون كريستينا تطلع مقابيل وهذا يدخن هو إذا كل شوي يطلع يدخن إيش بيناتهم ما في شيء بس كل شوي آخر مرة سمعتوه ها آخر مرة سمعته إيه يقولنا شاكو ماكو هي يقول كل شيء ماكو المقروضة تعلمت تحكي حماق أنا تصاحبته إيه انا عيب يحكي على العالم بس انا كنت صاحبته اياه ايه منين تعلمت قولي لي تشوفها منين تعلمت ايه هو اللي علمها ايه شفتي شلون مو انا حد بحكي كانت اسالك همي هاكي المقروضه انت ما شفتيها منين هاكي ايش كان اسمها مو زهورة لي قولي معي قولي معي يا أين واحدة شو نعرف كم واحدة تعرفين قولي معي قولي معي تمشي شوي بص الدير عمود برا وشلون شفت عمود قلت له يا عمود ليش ماذا كنت تطلع إذا تركت المرة الجريشة مطرة لا لا هاي بالمرة من ياس مطرة ياسر مغسان مغسان مطرة ياسر تعرفين نحن أوقات يصير فيها هلا واحد عيب يحكي والله عيب يحكي يعني إيش والله ما أعرف أين كان كل أحفادي مو أخلي كان يروح كان يدوروا علي هاي مدينة ولكن أبوي إيه طلعوا طلعوا بنتي طلعوا طلعوا مفتوح ويا بنتي طلعوا ولكن عيب تعيطوا في الشارع وأنا الأحفادي إيه لا بنتي مفتوح ويا أبوي فوتوا قربان فوتوا قربان علينا فوت علينا هذول ولاد ابنك اللي كل ادوا ايش ذا؟ ايه ابوي ايه خلص كهنك هذي انطو وهذي ساري اهلا وسهلا فيك تفضلوا حبيبي مو ياكلون نجيب الموز كما لو يبقى كذا مو ياكلون لا لا مبين ما شاء الله مو ياكلون خلي بنتي خلي مامي سال اكل بنتي شو تجيب معك تفضل معه مو ياكلون مو ياكلون هاي كذا ليه تروح ابوي انت انا والله عندي درس هذا ايش تعزف ايش تعزف ابوي؟ اعزف كمان ما شاء الله لا هيك راحت من بالك ايه خبرتني كل اخبار الحاره ابوي بس هاي نسيت عفيده تنزل خريف تنزل بعيد وصار شاطر كثير ايه مسؤولي في الشافي الشافي في الشافي اي شو الشافي هيك يعملون كذا حركات ايش بدهم كذا حركات ايش حركات ايش حركات انا عندي ايش حركات انا عندي درس لازم اروح قربان ابو تعال كمل هالولد ابوي قربان مو تاكلوا ذاك ابوي لا يسلم شغل ايدي يا بنتي يسلم خالق لا يسلم لا بلا شيء مطيب عجيب انتو هلا ديت مو تسمعنا مقطع كله والله اتاخرت ابو سكر تركيه وعنده شغل اسمع سمع لا تصير هيك اسمع تركيه وتروح لا شغل ثاني ثاني ايش حلو خلص مو زعل يلا فرجي لا نجيب يلا فرجي اشتاج يلا شيل ادوك سمع عشا دايك بلك تسمع هقول خلاص تشكو لا دايك اسمعي اسمعي صالو اشتاج تغفر يعطيك العافية بنتي ما بدي شو ليش تنزل دمعتين؟ ايش اسوي؟ تذكرت الله ما بدي ليش ما جيت على عيد نوروز؟ شوفي ساره قربان شايفينها تشيك على الشيخ يا دكتور
اي شيء من وقف البسمة في مكان يروح مع بعض. هاي هاي تبع اشوى تسلمون على بعض في الكشاف. انا يلا تعرف هاي كذا. لا لا هيك هاي كذا يا باجو. ايوه هيك هاي بنت الشاي. هاي 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 سلام الكشاف. يلا بابا بس مر مكان تروح معك. يلا باي يبقي باي الله معك يا ابوي. يلا عشان لا تاخر يعلمني دايما كيك كيك هذا هيك هيك ها ايه حركه ثانيه هيك هيك طبعا الواقف ولا عطيها الله يوفقك بنتي الله يوفقك الله يعطيك ايام حلوه نحن راحت علينا الله يخليك لا تاخري علي لا لا وقفي وقفي نقولكي مرتاح البيت عند تخلوني الشوارع معقول راح طلع تحت رن ولك تمام خلاص الشارع كده على طول كده خلي يحطوا لك ما محل يحطوا لك على طول ايه حطيني هنا بنتي ساره ساره حطيني هنا تحت تحت كل يوم انا احط في تحت الشغل خلاص اشتري ايه خلاص يلا براكم نرجع على حكي العالم ايش الحمد لله عليك ايش الحمد لله وقت طالعين كان بيشتغل بولاد جوقات كنت حطيته جوقات عمار لا قولي نسيتي والله نسيتوه يوسف لا سواد نسيت الجوخات ايش صار؟ ايه ابوي اللي تروح اشقاع والقاعة طبعا في انسان وكي انا كده راح جوخات موجه لا عمي لا انا في صايمي انا صايمي انا ايه الله معك ما خلي معك بقول لك نسينا شغله ما عيطوك بعيدوا الله يخليك يخليك دائما مع السلامة سكري الباب وراك يا شيخ الله معك مع السلامة من ثلاث ساعات تجي لعندي على البيت يدي نيالة نيالة على كده قلب وما طرف تحكي على العالم ايش اللي حكي من العالم